قامت إدارة الموسيقات العسكرية بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، قدمت خلالها عددا من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة والتي تفاعل معها الأطفال والزائرون للمستشفى بحالة من السعادة والفرحة. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن في مختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 40 لتحرير سيناء. في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء الوطن بمختلف المناسبات الوطنية، وبالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 40 لتحرير سيناء، قامت إدارة الموسيقات العسكرية بتنفيذ زيارة لمستشفى سرطان الأطفال 57357، قدمت خلالها عددا من العروض الفنية والمعزوفات الوطنية المتميزة والتي تفاعل معها الأطفال والزائرون للمستشفى بالسعادة والفرحة. وأشاد فريق عمل المستشفى والأطقم الطبية بتلك الفعاليات لما لها من أثر كبير في نفوس الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم، فضلا عن تعميق ارتباطهم بالقوات المسلحة. وفي سياق متصل، شاركت الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصري العظيم في احتفالات ذكرى تحرير سيناء من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور.